من جديد أسعد الله صباحكم دائما بكل خير أعزائنا المشاهدين. كما أشرنا في مقدمة حلقتنا لليوم في هذه الصباحات الأردنية وعبر شاشة التلفزيون الأردني ونافذة يوم جديد، يزن العلاونة هذا الشاب بعمر الورود 25 عاما، نتحدث عن قاضي أو أحد قضاة المحكمة الدولية لتسوية النزاعات، اختيار مهم، شباب الوطن دائما حاضرون، تميز في السلطات كافة وفي القطاعات المختلفة. نتحدث عن تمثيل يزن العلاونة في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات، ماذا أضافت له، وأيضا نبذة من خلال يزن العلاونة. اسمحوا لي أن أرحب به بهذه الصباحات. يزن بيك، أسعد الله صباحك. الله يسعد صباحك، شرفنا بالقدوم. الله يسعدك، زادك شرف. منحب البداية نصبح على سيدي صاحب الجلالة طبعا الممثل دائما للكوادر الشبابية وسيدي سمو ولي العهد، ونصبح دائما يعني على جميع المشاهدين في كافة الأقطار العربية والأردنية دائما لتابعوا شاشة التلفزيون الأردني المنارة الأولى دائما لهم لمتابعة دائما أبرز قضايا الوطن عن طريق هذه الشاشة المتميزة. لهم كل الشكر على هذه الجهود، بارك الله فيك. شرفنا بقدومك مجددا، وأنا سعيد. وكان هناك غزل صباحي عندما تحدثت عن الشباب الأردني، حقيقة هذا يرسم على مبسمنا البسمة وأيضا التفاؤل، أن الشباب الأردني دائما في المحافل الدولية متميز دائما. سيدي، أنت بمقتبل العمر وشاب أردني وأحد قضاة المحكمة الدولية لتسوية النزاعات، مواضيع متعددة قضائية على مستوى دولي وعلى مستوى عالمي، لكن قبل أن نذهب لموضوع ماذا شكل هذا الاختيار ليزن العلاونة، يزن العلاونة بنبذة بسيطة ونظرا لأنك شاب بمقتبل العمر سيد. في البداية طبعا بعد ما انهيت دائما درجة الثانوية العامة، نعم، يلجأ دائما الشباب إلى اختيار ذلك المسار الذي دائما ما يعطي طابع الديمومية على مسار المهني بالنسبة له، فاتجهنا إلى مجال القانون وهو يعتبر من أبرز المجالات وأقواها على الصعيد المهني في كل الدول دائما ما تهتم بهذا الاختصاص، والذي يدرج تحته سلك المحاماة والقضاء وكثير من الكوادر الاستشارية في هذا المجال حتى على الصعيد التجاري. أحببنا التخصص بصراحة يعني، ولفت انتباهي دائما بما يقدمه من جديد على صعيد الشباب دائما والقدرات التي يمكن اكتسابها، خلينا نحكي ككاريزما تطبع على صاحب هذا الاختصاص. في البداية درست في جامعة اليرموك، الجامعة المرموقة في شمال المملكة، لهم كل شكر أساتذتي طبعا بارك الله فيهم على ما قدموا من عطاء. وفي البداية دائما يعني نشكر الأهل على العطاء الذي بذلوه دائما لوصول أبنائهم إلى ما خلينا نحكي إلى ما بعد مراحل كثيرة جدا في المجال المهني، الذين دائما يدعموا، ووالدي ووالدتي لهم كل شكر على التلفزيون الأردني على ما قدموه، بوركت أيديهم. في البداية التخصص القانون هو التخصص دائما ما يعرف أنه يبنى على التشريعات، أساس هذه الدولة وركن من أركانها الأساسي. في البداية بعد ما اختصينا في هذا المجال دائما صاحب العلم يطمع في المزيد. جميل. فدخلنا إلى نقابة المحامين كمحامي متدرب، وتشرفت بمعرفة بعض الزملاء اللي كانوا متواجدين في هذه النقابة المتميزة على رأسهم سعادة النقيب، لهم كل الاحترام والتقدير. بعدين خلينا نحكي بحثنا دائما على ما نقطة اختصاصية معينة في مجال التشريع. هذا يقودنا إلى السؤال التالي. يزن، الآن ماذا شكل هذا الاختيار ليزن العلاونة؟ عندما نتحدث عن المحكمة الدولية لتسوية النزاعات، مسؤوليات جمة ومسؤوليات عديدة لشاب في مقتبل العمر، ماذا شكل لك من خبرات أيضا للقادم من الأيام؟ دائما أستاذ مجحم خلينا نحكي كل بيئة تعكس ما لديها من عوامل، نعم، على العامل الشخصي للشخص الذي يخوض التجربة في هذه البيئة. فإذا اقتصرنا على المحاماة دائما تجد أنك تحصل على انطباع دائما الكاريزما الدفاعية عن الشخص،
فدائما لدى القاعدة القانونية التي تقول دائما حتى في الأمور الجنائية المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم. فدائما المحامي ليس كالقاضي، فبالبداية يأخذ خلينا نحكي الوضع الدفاعي. نعم. للشخص اللي قدم له. أما على الجانب القضائي فأنت تأخذ وضع الحياد حتى يتبين الأمر من الأدلة الموجودة أمامك. بما يتعلق بمنظومة التشريعات الدولية القانونية تحديدا والمحكمة بشكل متخصص، المحكمة الدولية لتسوية النزاعات، كيف التعامل مع القضايا الدولية أيضا وأنت أحد قضاة هذه المحكمة؟ طبعا مسؤولية كبيرة جدا يعني على شاب في مقتبل العمر، دائما متابعة القضايا الدولية ودائما يعني خلينا نحكي تجذب نوع من الفضول اللطيف لدراسة هذه القضايا. في البداية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات هي كيان دولي متميز جدا، اعتبره على الصعيد حل المنازعات بالوسائل البديلة، المقصود فيها التحكيم والوساطة والتوفيق، واستحدث حديثا فيها بناء السلام ووساطات السلام فيها. طبعا خلينا نحكي الإطار التقليدي دائما يعني بنعرفه في التشريعات الأردنية، التحكيم وساطة توفيق. نعم. لكن بناء السلام ومفاوضات السلام التي كانت وهي أحد مرتكزات حديثة وردت في مجلس الأمن. جميل، اسمح لي هنا قبل أن تسلم في حديثك يزن، عندما نتحدث عن السلام وعن الأمن والشباب وأنت شاب أردني وأحد القضاة في هذه المحكمة الدولية، قرار مجلس الأمن الذي تبناه مجلس الأمن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، تبنى قرار في مجلس الأمن وتبناه مجلس الأمن بعد ذلك 22/50 الذي يعنى بمجابهة التطرف العنيف وأيضا إشراك الشباب في حل النزاعات وإحلال الأمن والسلام، شكل هذا نقطة للأمام مقدمة على غاية من الأهمية لدى الشباب تؤطر للمشاركة والتفاعل المباشر تحديدا عندما تبنى مجلس الأمن هذا القرار. نعم، في البداية قرار مجلس الأمن اللي صدر في عام 2005 فيها عندما ترأس سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله مجلس الأمن، وصدر فيه خلينا نحكي إطار حديث للتشريع الجديد والتشريع الدولي، حيث بإرادة ملك برؤية ملكية عفوا في مجلس الأمن الدولي لبى مجلس الأمن نداء سيدي صاحب السمو الأمير الحسين لاتخاذ أول قرار شبابي يدخل هيئة الأمم المتحدة على أيدي كوادر أردنية ترأسها سيدي صاحب السمو ولي العهد، والذي تشرفنا أن وضعت أسس هذا القرار بناء على رسالة عمان حول الشباب والسلام والأمن، وعلق سيدي صاحب السمو ولي العهد على هذا القرار فرحا بهذا الإنجاز الأردني. أن الكوادر الشبابية طمح صاحب السمو الملكي بإدماجها لدى المشاركات التي تحصل في بناء السلام ومكافحة التطرف وصناعة القرار، فهذه كان أبرز النقاط التي ركز عليها سيدي صاحب سمو ولي العهد عن هذا القرار. من خلال هذا القرار المهم كيف ينظر يزن العلاونة للقضايا التي ستعرض خلال القادم من الأيام والتي تعنى أيضا بما يتعلق بمجابهة التطرف العنيف وإشراك الشباب في حل النزاعات والتسويات المختلفة وصنع القرار أيضا؟ في البداية لاحظ في بعض الدول نعم تبنى صنع القرار بيد الشباب، ومن ضمنها ثلاثة مدارس خلينا نحكي قامت بتجربة هذه التجربة، منها التجربة العربية الأولى كانت دولة الإمارات بوضع معالي وزيرة لشؤون الشباب معالي شمة المزروعي وزيرة للشباب ابنة الثانية والعشرين عاما. نعم. في وضع حقيبة، نعتبر حقيبة وزارة الشباب تعتبر من أهم الحقائب الوزارية وأكثرها حتى يعني انطباع على خلينا نحكي على الإطار العمل الحكومي فيها، لأنه يدرج تحتها أكثر من أمر من ضمنها الابتكار الشبابي، الريادة والإبداع، نعم. وحتى يعني بعض الأمور الاقتصادية. نعم صحيح. في البداية التجربة الثانية كانت في النمسا معالي وزير الخارجية المساوس سيبستيان كورتس اللي تقلد المنصب ابن 27 عاما، كان قبل معالي الوزير الإماراتي كان هو أحد أصغر الكوادر الوزارية في الشباب. ونختم في التجربة
السويدية معالي عايدة الحاج علي معالي وزير التعليم، وإن كان اللفظ الاسم يبدو عربيا نوعا ما، لكن هي معالي وزير التعليم السويدي ابنة 26 عاما. الكوادر الشبابية وكلهم كانوا بعد 2010، فإذا لاحظنا أن العقد الماضي حافل بكثير من إنجازات الشباب. جميل. إذا بالختام ومن خلال هذه الإضاءة الصباحية، نعول عليكم كثيرا، شباب أردني متميز طموح يتبوأ مواقع متقدمة على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وأنت أحد قضاة المحكمة الدولية لتسوية النزاعات أو المنازعات. سيدي يزن، أتمنى لك التوفيق. كل شكر. أنا سعيد بقدومك. وأنا أسعد. لن أقول وداعا لا، بل لقاء للقادم من إن شاء الله الإنجاز تعالى. والتقدم والإبداع بإذن الله تعالى. كل شكر لك ولكوادر التلفزيون الأردني، يعطيهم ألف عافية. نتمنى لك التوفيق في مهمتك الكبيرة سيدي. شكرا لك. كل شكر لك. إذا أعزائنا المشاهدين، إلى فاصل قصير ونواصل معكم، ابقوا معنا.